حسيت اني معادي قرب، خفت ابقى لوحدي، قلت اجي عشان تبقى جاري. كان واجب تكلميني الاول. مش عايز تقول اني مرتك؟ مش عايز تقول اني الواد ولدك؟ مين قال كده؟ لو مش عايز انا مين مش... قال؟ انا كل اللي يهمني دلوقتي انك تقومي بالسلامه. صح يا حسن؟ صح يا مفيدة. هتسميه عبد الحكيم. مالك مالك يا مفيدة؟ خايف علي؟ ده وقته؟ وقته. خايف علي ولا لا؟ خايف عليك يا ستي. فوتي قدامي. عايزة اتكلم معك. يا ترى فاضي ولا ما عندكش وقت؟ تعالي. قولي، أنا تحت أمرك. تحت أمري؟ لا، مش عايزك تبقى تحت أمري يا مروان. أنا عايزة منك حاجة واحدة بس، مش عايزة أخد ودي في اللي هطلبه. تفضلي. الأول عشان ما ننساش، مبروك. وتاني حاجة وما فيش فيها كلام، طلقني. فريدة ما يبقاش ليها ضرة. فريدة هي وبس. وأنا فريدة وفريدة. يعني اسمي على مسمى يا مروان، مش هتنازل عنك دي. ولو انت ما طلقتش انا هخلع. تتجننتي؟ ايوه مجنونه. ما تعرفش جنان فريده؟ انا حبيتك على فكره ولسه. بس انا ما برضاش الوضع ده. تتجوز زي ما انت عايز يا رب عشرة، بس ما تكونش على ذمتك. ما تخافش، الواد ولدك وانت ابوه، وانا هقوله انك احسن راجل في الدنيا دي كلها، واني ما فيش احسن منك. بس وانا بعيدة يا مروان، بعيدة. وزي ما قلت لك خلص الكلام. سلام. كلهم كده، كلهم كده. آخر حاجة بيعيطوا دموع التماسيح دي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ايه يا بنتي انتي وهي؟ اتأخرتوا كده ليه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أمال زينة فين؟ فوق فوق أوضتها. ازيك يا شهد؟ زفت والحمد لله. ما تتعيد لي يا بنتي، انت لسانك متبري مني كده ليه؟ حقك عليا يا فوزي، هي ما تزعليش. امشي قدامي، امشي امشي. ما تزعليش يا اختي. تزعل ولا ما ازعلش، خلاص ما بقتش ازعل من حاجه. ايه يا زفت انت؟ انا مش قلت لك بالهداوه تتعاملي معاهم هنا بالهداوه؟ انت فاهمه ولا لا؟ وتنفذي كل اللي انا بقول لك عليه. يا ماما انا مش قادره ومش عايزه اقعد هنا ولا ثانيه واحده. بقول لك ايه؟ عايزاكي لما ينزل عمك الكلمتين اللي انا حفظتهم لك تقولهم له بالحرف الواحد. يا ماما انا حاسه ان انا مخنوقه مش طايقه، وبعدين انا جايه هنا بالعافيه. معلش يا حبيبتي استحملي شويه. لا يا ماما مش معلش، وبعدين انا اصلا مش موافقه على اللي بيحصل ده. يا ماما احنا كنا خلاص هنكسب القضيه وناخد كل اللي احنا عايزينه، ليه نتنازل؟ يا بنتي احنا خلاص قربنا نوصل للي احنا عايزينه. ريتال وحطت حسن تحت بطها، واختك زينب
خلاص اهي مدخله مروان القفص، ما فاضلش غيرك يا شهد. هتجوزيني مين بقى ان شاء الله؟ عايزاكي تتجوزي عقل عمك وتسيطري عليه. عارفه يعني ايه تسيطري عليه؟ وانا عارفه ان انت تقدري تعملي كده كويس قوي يا ماما. بس ولا كلمه كاكي مو اللي انا بقوله يتنفس بالحرف الواحد، ما بوظيش الدنيا، انت فاهمه ولا لا؟ عبد الحكيم الصغير حسن هتقول له؟ هتقول له اني مرتك وان الواد ولدك؟ هقول له. هتطلع من هنا على البيت الكبير يا مفيدة. خلاص انا مش هحط راسي في الرمل زي النعام. الناس كلها لازم تعرف ان مفيدة مرات حسن، اللي يحصل يحصل. انا مش هسيب ولدي، مش هعمل حاجة تخلي الناس تجيب سيرته او سيرتك بالرضي. انت مرتي، سمعتك من سمعتي. ربنا يخليك ليا يا حسن. شكله حاله مظبوط قمر؟ كله مظبوط وكله حلو. مش عارفه انا حاسه هنا مش مظبوط يا حبيبتي. ما تقلقيش والله كله مظبوط وحلو وماتشل مع بعض. ايوه فين ريتان؟ ما انا ما شفتهاش. مش عارفه بس تقريبا في اوضتها تقريبا يعني. ما اعرفش. مبروك. العروسه حلوه، العروسة حلوة. في ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه؟ ايه اللي جابني هنا؟ امك هي اللي جابتني. اها امك فاكرة انها خدت مني كل حاجة. وانت واختك فاكرين ان انتوا خدتوا عيالي؟ لا، انتوا تعرفوش ان اللي ياخد حاجة من جبرية وهي مش عايزة يتولع في الدنيا كلها واقتله كمان. ده انت واختك هذين ده عشان خاطر عيالي. شايفه وشك الحلو ده؟ انت ايش تشوفي ايه ده؟ يا ماما ورق اسود. ماما بتعملي ايه يا بنتي؟ يا ماما ايه ده؟
قلت ايه؟ بعد عنها هربولك بعد عنها حاسب يا حبيبي يما. حاسب يما تعالي حاسب يا خالة تيجي عليك استنى اشوف العروسه يما استنى ما تخافش انت يما اوعى يما وحملنا اخويا لا تيجي عليك يا اخويا عشان خاطري يما تعالي عايزك تعالي يما تعالي مراتك دي تعالي تعالي يما تعالي حاسب يا اخويا حاسب تيجي على يدك يا حبيبي بعد الشر عليك يا حبيبي يا زينب مبروك يا مروان الله يبارك فيك يا بول اللي جواه نار يطفيها ايامنا خلاص خلصت وكل واحد يستني نهايته ولا انتم مش واخدين بالكم واخدين اخويا واخدين اللي جاي مش لينا احنا اللي جاي لعيالنا سيبوهم يعيشوا مش لازم يعيشوا زينا مش لازم يعيشوا زي ما احنا عايشين كل واحد فينا يهب في التاني يحرقه ويذله وانت يا مروان زينب شمس رتال وشهد وحسن كمان عيشوا ايامكم بلاش تعيشوا في مين قال ومين خد ومين ادى ومين مداش عيشوا سنين عمركم وانتوا بتحبوا بعض بلاش تبنوا جواكم أسوار عالية تعمل حاجز بين كل واحد فيكم والتاني عبد الحكيم الصغير بص يا ابني حماك يا مفيدة وريني وريني ما شاء الله شبهك يا عبد الحكيم شبهك يا عبد الحكيم ما هو ده ولد حسن تعالوا هنا مين دول؟ دي مراتي وده ولدي يا ريتال مراتك وولدك؟ انت اتجوزت عليا راسي خالص مش عايز اسمع ولا كلمة اي كلمة زيادة هرميكي برا انت فاهمة ترمي مين يا حبيبي البيت ده بيتي زي ما هو بيتك بالظبط تجليل تريبا حسن سيبها يا ولدي كريمة خدي بيتك طلعي فوق وعجليها امرك يا كبير قدامي يا ريتال قدامي كريتال قدامي يلا كريمة نتعجلها ده كريمة مجنونة طب لو البيت ما عجلتش نعمل ايه جبرية كفاك يا جبرية كفاك ما اسمعش حسك مروان يا ابويا طلعني عند المعازيم برا يا ولدي برا يلا
حلوة العروسة، حلوة العروسة، حلوة بنت كريم. جبرية حلوة العروسة. جبرية حبيبتي حلوة العروسة. تعالي تعالي أشوفها. تعالي مبارك الولد حسن. تعالي تعالي يا أختي أقول لك اقعدي. والله لو ولع فيه جايبها لي لحد هنا. اسكت ماشي اسكتي. الله اسكت اسكت ازاي؟ شايل ابن الخدامة ابن جبرية وجايبها لي لحد هنا يا ماما. يا بنت اسكتي مش عارفة أفكر. مش عارفة تفكري في إيه؟ هي دي فيها تفكير؟ أه طبعًا فيها تفكير وفيها كلام كمان. اسمعي كلامي، البت دي مش هتقعد هنا وعايزة حسن يحس باللي في بطنك وبيكي، وأخد الطار حرفة. عايزة حسن يحس إنك مراته، إيدك في إيده كتفك في كتفه، يعني يقول لك حاجة قول له حاضر يا حسن من عيني دي وعيني دي. يا بنتي أخد الطار مش بالرصاص بالمخ. مش قادرة مش قادرة يا أمي. هتقدري يا روح أمك هتقدري. اسمعي كلامي يا بنتي، إحنا خلاص قربنا نوصل للي إحنا عايزينه. عارف يا مروان، انا طول عمري بحلم بالحب من وانا صغيره قوي. حب ما حدش عاش ولا شافه قبلي، حاجه كده تخليني احس ان انا ممكن اغير الكون كله، حاجه تغيرني انا تبدلني من جوايا. لما ابقى مع الانسان اللي انا بحبه انسى كل حاجه حصلت لي وعشتها قبل. حاسس ان زمن ده مش زماني، واللي عايش جوايا حد تاني. روحي روحي عايزه تهرب وتروح وتعيش في مكان تاني غير المكان ده، بس مش عايزه تروح لوحديها، عايزه تكوني معايا. انا عارف يا زينب، عارف المشاكل صارت دي، ممكن تخلينا خايفين قوي كمان، بس من زمان كان نفسي اقول لك انت الحلم اللي حلمته، الحب اللي قريته في كل كتاب،
واحد واحد كل يوم كل يوم هقول لك بحبك واحد. مروان انا خايفه منك. ايوه انت تخوف. على قد ما انت واضح على قد ما انت مش مفهوم خالص. عارفه عارفه انا بحبك من امتى؟ امتى؟ فاكره لما كلمتك في التليفون وانا في مصر وقلت لك نفسي اصرخ وقلت لي يومها اوعدكم بتحبني وقلت لك لا بس انا قلت لك اه بحبك بس من غير ما تسمعي. قلت لي انا كنت في لحظات كتير قوي بتخيلك انك موجوده اكلمك اعيط واضحك كيف المجنون. وفي لحظه كده لما كنت مد يدي ملقاش زينب كنت ازعل قوي كان نفسي اقول لك حاجات كتيره قوي بس ما كنتش موجودة. مروان أنا عايزة منك وعد. ألف وعد. أهلي وأهلك بنوا بينا صلة عالية أوي. ملوش أي سبب ولا أي داعي. كراهية بس من غير أي مبرر. هم اختاروا إن هم يعيشوا بالطريقة دي. إحنا مش مضطرين إن إحنا نعمل زيهم. مروان أنا نفسي أعيش في بيت ولادنا فيه حابين بعض حابين قرايبهم كلهم ولاد عمامهم ولاد خلانهم وأي حد تاني يربطوا بيهم صلة الدم. أنا يمكن زمان غلط يمكن أهالينا غلطوا كمان. أنت عارفة يا زينب أنا كنت أبوس إيد أمي وأبويا مليون مرة عشان يحلوا المشاكل دي. كنت نفسي أقول لهم إني بحب بنت عمي بس خلاص أنا بوعدك الأيام دي راحت والدموع دي مش عايز أشوفها أو عايزها دايما تكون دموع فرح. ده وعد مني زينب بحبك بحبك. مروان أنا عايزك لي أنا لوحدي بس. حاضر أنا عايز أفطر. صباح الخير. مالك قاعدة ليه كده؟ أنا همشي. مش هتروحي فين؟ أنا خايفة. لا خايفة إيه؟ ده أنا مرعوبة. اوعي تقولي كده طول ما أنا جنبك مش عايزك تخافي أبدا. يا أختي يا حلوة بالذمة مش مكسوف من نفسك؟ رد عليا يا حسن. خد عني الواد يا حسن. يدي وجعتني من شلته طول الليل. بسم الله. ما تتلمي يا بنت انت وتقفي وتتكلميني كويس. بس 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 صوتك عالي ليه على الصبح؟ صباح الخير. صباح الخير. امال امي فين؟ عندها علمك يا حسن ولا هنفطر من غيرها؟ يا اختي حبيبه امك يا اختي والله كنت عارفه انك مش هتاكلي لقمه الا وانا هنا. صباح الخير. صباح النور. والله فيك الخير يا حسن انك سميت ابنك على اسم عبد الحكيم بس ما شاء الله عليه. شبهي مش كده؟ لا شبهك يا واد ده انت قمر يا ريته يطلع شبهك. اسم الله اسم الله حبيبي. اللهم العرايس هيفطروا معانا ولا ما عندهمش وقت؟ والله انا سايباهم على راحتهم وقت ما جيلهم هواهم يفطروا هيفطروا يا جبريه. الف هنا يا اختي حبيبتي انت يا كريمه حبيبتي. والله انا مش مصدقه كريمه قاعده معايا هنا في البيت. لو ايه بناتك يا اختي كمان اتجوزوا ولادي ما شاء الله ما شاء الله وقاعدين معاهم. امال ايه صح كده الست لازم تقعد مطرح ما يقعد جوزها طبعا. امال ايه
والله كويس ان انت فاهمه يا جبريه. اها انا بس بقول لريتال معلش يا اختي تزعليش، مفيده جابت واد هيشكك في كل حاجه. ما تهدي نفسك شويه يا جبريه. والله حبيبتي انا بس عايزه اقول لها يعني، وان شاء الله ان شاء الله كده تقومي بالسلامه وتجيب لنا انت كمان واد ولا بنت يعني، فيهاش حاجه. بس انا ايه هاخدهم التنين يناموا في حضني عشان يعرفوا ان هم اخوات وكل واحد فيهم يعرف حقه. امال ايه الحق حق؟ هقول ايه؟ كلوا كلوا يا اختي، كلي الف هنا يا اخي. هات اخويا هات هتهننوا شويه. اسم الله اسم الله ما شاء الله ما شاء الله. قمر قمر هلا قول لي يا حسن، يعني ما بنت كريمة تولد إن شاء الله تجيب واد ولا بنت مش مشكلة يعني، بس هتسميه إيه؟ حكم مفيدة خلاص، سمت بقى على اسم الغالي. يا هسمي ابني عبد الله يا مرات عمي على اسم أبويا الله يرحمه، عشان كل ما تسمعي اسمه تترحمي عليه. صح، وإن شاء الله ربنا هيرحم. هو احنا هنقعد امتى بقى عشان كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه؟ اصل بصراحه كده انا مش عايزه اقعد هنا اكتر من كده. وبعدين هو مش عمي كان قال ان هو هيدي كل واحد حقه؟ انا عايزه اخد حقي عشان امشي. مش وقت الكلام ده يا شاهد، مش وقته. لا وقته بقى يا ماما. وحضرتك عايزه تقعدي هنا عشان جوزتي حسن لريتال ولا جوزتي زينب لمروان؟ براحتك، انما انا مش عايزه اقعد هنا اكتر من كده. وبعدين عشان اجيب من الاخر، البيت ده مش هيهدى ولا النار اللي فيها هتهدى الا لما كل واحد ياخد حقه. محدش ليه حاجة غير اللي أبويا يقول عليه. أبويا الوحيد اللي يقول مين ليه ومين عليه، وأي كلام تاني ماليهش لازمة. كلامك في محله يا حسن، مظبوط الكلام ده؟ هو إيه ده اللي مظبوط يا ماما؟ لا طبعا مش مظبوط. كل واحد من اللي قاعدين دول ليه حق، واللي متنازل عنه هو حر، إنما أنا لا. وإن كان في علمك بقى بتكون بعلمه إيه؟ إجديه عيني عينك بالجسم التركي، الكبير لسه عايش ما ماتش، مفيش ولا حاجه هتتقسم. وكيف قال ابويا؟ لو اتقسم المال هيصغر والكتير هيقل. انا هدي كل واحد اللي هو عايزه، اما حوار التقسيم ده انسوه خالص. وكلام ابويا وامي هو اللي هيمشي. امي كانت تقول لي الناس نوعين، ناس طمعانه فينا وناس حسدانه على اللي احنا فيه. قولي لي يا ريتال عايزه الفلوس ليه؟ وانت يا شهد قولوا، انتوا مش عايزين تضيعوا الفلوس بس، انتوا عايزين تضيعوا تعب العيله دي كلها. انا هفتح شركه لينا كلنا، وهيكون ليكم اسهم فيها، والربح والخساره علينا كلنا. بس اللي عايز يعمل اي حاجه او يقول تقسيمه غيره ما في شيء. واللي عايز يهدم البيت الكبير ده انا هموته، وهموته بيدي، فاهمين؟ واللي عايز يخرج من الشركه دي مش على كيفه. والله ده زي ما يكون المال مالك وانت بتمن علينا بيه. مروان تعال يا مروان. ايوه. ادي كل واحد فيهم اللي هو عايزه. تقصد كل واحد ياخد حقه؟ شهد سيبيها تقول اللي في قلبها يا اختي. محدش ليه انه يتكلم بعد الكبير. خبر ايه يا ريتال؟ هتبص لامك ليه؟ ولا انت فاكره انها تقدر تقول حاجه بعد الكبير ما قال؟ لا حبيبتي تبقي غلطان. لا كده الواحد بقى ابتدى قلبه يقلق. شركة ايه يا أستاذ مروان اللي انت عايز تعملها؟ وليه انت اللي تدير كل حاجة مش حسن؟ ولا انت شايف ان حسن لسه صغير ما يقدرش يدير شركة ولا يشوف مصالحنا؟ عايز انت تكوش على كل حاجة ومحدش يقولك تلت التلاتة كام؟ وماله؟ او ماله؟ اخويا الكبير ويعمل اللي هو عايزه، وانا مش زيه. هو اللي كان شايل كل حاجة من الاول،
يعني عارف الدنيا ماشيه كيف. مش حاجه انا في الاخر وهد اللي عمله عشان كلام خايب زي ده. مش قصدها يا حسن، قصدها يعني يبقى كتفك في كتف اخوك، ايدك في ايده، تبقى سنده وظهره، مش كده يا ريتال؟ لا يا كريمه، قصده عشان هو ده اللي جوه قلبك وقلب بناتك. خلاص خلاص، مش عايز اسمع اي حاجه. لا، لازم تسمع، وكمان لازم تعرف ان كريمه كل اللي يهمها انها تاخدك انت واخوك تحت باطها. غلطانه جبريه، لان ولادك زي ولادي ويمكن اكتر شويه. عارفه ليه اكتر؟ عشان حسن هيبقى ابو عيال بنتي، ومروان كمان هيبقى ابو عيال بنتي، يعني حته مني. فهمتي ولا لسه؟ ما عادش وقته الكلام ده. طول بالك يا حسن. حسن طول بالك؟ بنت انتي قومي من هنا وما تقعديش معانا، بدل ما تيجي بطبق العسل ده في وشك. هتقومي تروحي فين؟ وانت كيف تكلميها كده؟ تكلميها زي ما هي عايزه يا حسن. ايه؟ انت عايز تقارن البنت دي اللي كانت بتشتغل عندكم هنا في البيت ببنت عبد الله؟ هنا مفيش اسياد وعبيد، هنا في اصحاب بيت، والكل هنا واحد. خلاص يا حسن، خلاص خلاص، محدش ليه حاجه، والكلام اللي بقوله هو اللي هيتسمع، وكلام ابويا هيكون سيف على رقبينا. اللي عاجبه الكلام اهلا وسهلا، اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. ده انت بتتحدانا. اتحدى مين؟ خلاص كفايه كل ده عشان عايز احافظ على اموالنا. كل واحد لو خد اي حاجه هيضيعها، وترجعوا تاني وتقولوا يا ريت اللي حصل مكان. كلام ابويا بس هو اللي هيتنفذ، فاهمين؟ خلص الكلام. من النهارده لازم تعرفوا ان مروان هو الكبير، واللي يقوله السيف على رقابيكم كلكم، فاهمين؟ وحاج انا فين؟ نسيت اخوك يا عمتي؟ خلاص؟ ما عادش في راسك؟ نسيت انه مدفون من غير ما ناخد عزاه؟ نسيتي بنته وحجها؟ بتدوري على حجك وحج بناتك مش كده؟ تعالي بس يا ناجي، عايزاكي. تعالي فين؟ البت دي ما تقعدش دقيقة واحدة هنا بعد اللي عملت، اطلعي بره. طب واللي انت عملته؟ واللي ابوك عمله؟ أنا مش ناسية وعمري ما هنسى.